اختي ايش عندك اليوم؟ اوه عندي اليوم حدث في تاريخي. وايد يعني مشاركتي اليوم فعلا حدث في تاريخي ان شاء الله. شيء مشرف، شيء مهم جدا جدا جدا، ثلاثة جدا ان شاء الله. بنية اسمها مشاعر. هاي المشاعر كانت بنية صغيرة وشيكونة. كنت تتحرك وتتحرك تتحرك تتحرك. كانت علمتني أصين فيجن. تحن علي كل مرة صيري فيجن صيري فيجن صيري فيجن. والله ما أبي أصير فيجن، أنا أحب أكل أحب الأكل. بس أحب أصير فيجن. يا قلبي. والأكل ليه لذيذ والأكل. لا خلاص يعني أنا كبرت لازم فعلًا صدق لازم تغير أكلك. لا 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 لما تكبرين لازم تغير أكلك، يعني ما تأكلين وأنت بالأربعين أو بالثلاثين مثلي بس حالات من واحنا صغار وانت حافظ ناكله. انت ما لها علاقه انت. انا وصلت الحين 35. ايوه ممتاز.